نص وقت. حسب علم المناخ هالسنة فصل الربيع بيستمر 92 يوم 19 ساعة إلا 6 دقايق. منكمل وبنوصل على الصورة اللي وصلتنا على أكاونت الإنستغرام صورة وشمسية اللي بتفرجينا الطبيعة الربيعية والسماء الزرقاء الصافية. وقبل ما نوصل على طقس لبنان خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة ببعض الدول العربية. ومنبلش جولتنا مع القاهرة 27 درجة، 17 بتونس، 39 درجة بالخرطوم، 28 ببغداد، 21 بدمشق، 24 درجة بالمنامة. ومنختم أخيرا جولتنا مع الكويت 24، 28 بالدوحة و33 درجة برياض. ننتقل هلا على طقس لبنان. منبلش مع الساحل، بكرة الحرارة عم توصل أقصاها ل 22 درجة، أما أدناها ل 10 درجات مع طقس غير مستقل واحتمال لتساقط أمطار متفرقة. الرطوبة عالية عم بتسجل 80%، أما سرعة الرياح عم توصل ل 20 كيلومتر بالساعة. بالجبل الحرارة عم تتراوح بين ال 20 و 9 درجات، أما بالداخل عم توصل أقصاها ل 22 درجة، أما أدناها ل 9 درجات. من شمال لجنوب خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا مع عكار 20، 21 بطرابلس، 12 بالأرز، 17 درجة بالكورة، منكمل على الهرمل 21، 19 بالقاع، 17 ببعلبك، 18 درجة برياق. بجولتنا منوصل عجبال 21، 15 بفريا، 22 بجونة وببعبدا وبيروت كمان عم بتسجل 22 درجة مع طقس غائم. منكمل ومنوصل على زحلة 21، 22 بشتورة، 20 بعنجر، 21 درجة بمشغرة، جزين 21، 20 برشية، 19 بمرج عيون، 18 ببنت جبال. ومنختم أخيرا جولتنا مع صيدا 20 وصور وكانا 21 درجة. كيف رح يكون الطقس لثلاث ايام الجايين؟ بنشوف سوا. منبلش مع بكره الثلاثاء، الحراره عم توصل اقصاها ل 22 درجه، اما ادناها ل 12 درجه مع طقس غير مستقر واحتمال لتساقط امطار متفرقه. الرطوبه عم تسجل 67%، اما سرعه الريح عم توصل ل 13 كيلومتر بالساعه. تستقر الحراره للاربعاء وبتضل على 22 درجه اقصاها، اما ادناها كمان عم تسجل 12 درجه، اما بالنسبه للخميس تنخفض درجتين وبتوصل اقصاها ل 20، اما ادناها ل 14 درجه. انتبهوا من تشكل الضباب، اما على ارتفاع 1200 متر الحراره عم توصل اقصاها ل 15 درجه، اما ادناها ل 6 درجات. بعتولنا صوركم على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل.